طيب خلينا بقى نستعرض جرافيك مباراة اليوم النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش. زي ما حضراتكم شايفين مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي في الأسبوع 31 النهاردة 1 مايو. كل سنة وكل عمالنا طيبين ودايما بخير ودايما هم الإيد اللي بنعتمد عليها في كل البلد الحقيقة. كل عمال مصر كل سنة وكل عمال مصر دايما بخير. النهارده 1 مايو مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي. تاريخ المباريات: النادي الأهلي لعب 24 مباراة، فاز في 19، تعادل في 5 مباريات، لم يهزم إطلاقا من نادي طلائع الجيش، له 50 هدف عليه 11 هدف. أول وآخر مباراة بين طلائع الجيش والأهلي في بطولة الدوري، أول مباراة بين الفريقين كانت يوم 21 نوفمبر 2004 وفاز فيها النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أما آخر مباراة كانت يوم 9 ديسمبر في الدور الأول لهذا الدوري وانتهت بهدفين مقابل لا شيء للنادي الأهلي. محمد بركات نجم النادي الأهلي هو أول من أحرز هدف للنادي الأهلي في أولى المباريات، وآخر هدف أحرزه مروان محسن. أما فريق طلائع الجيش ممدوح عبد الحي أحرز أول الأهداف، وآخر الأهداف عاصم صلاح. طيب أكبر فوز للنادي الأهلي على طلائع الجيش 4-0 مرتين، 4-2 مرة واحدة، 3-0 ثلاث مرات، 3-2 ثلاث مرات. لم يفز طلائع الجيش على النادي الأهلي. أما هداف النادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش: عماد متعب 6 أهداف، أبو تريكة 7 أهداف، عبد الله السعيد 5 أهداف، بركات 6 أهداف. 6 لاعبين من النادي الأهلي أحرز كل منهم هدفين. هداف طلائع الجيش في مرمى النادي الأهلي مايكل دودزي وهدفين، وصلاح أمين هدف واحد. طيب موقف النادي الأهلي في الدوري العام وطبعا طلائع الجيش: النادي الأهلي لعب 27 مباراة، فاز في 19، تعادل في 4 مباريات، خسر في 4 مباريات، سجل 44 هدف، استقبلت شباكه 17 هدف، يملك من النقاط 61 نقطة في المركز الثاني في الدوري العام المصري، وهداف النادي الأهلي هو مروان محسن ب5 أهداف. أما نادي طلائع الجيش لعب 30 مباراة، فاز في 8، تعادل في 10، خسر في 12، سجل 34 هدف، استقبلت شباكه 36 هدف، يملك من النقاط 34 نقطة في المركز ال13. وهداف طلائع الجيش نجمه مصطفى محمد المعار من نادي الزمالك ب9 أهداف. توقيتات إحراز الأهلي للأهداف: 44 هدف في الدوري حتى هذه المباراة. 44 هدف موزعة كالتالي: في 90 دقيقة أول ربع ساعة، في 90 دقيقة 4 أهداف، تاني ربع ساعة 7 أهداف، تالت ربع ساعة الشوط الأول أو نهاية الشوط الأول 7 أهداف. أما بداية الشوط الثاني ف5 أهداف، ثم النصف ساعة الأخيرة 21 هدف، 9 أهداف في الربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75، ثم في الدقائق الأخيرة أو ربع ساعة الأخيرة 12 هدف. كيف استقبلت شباك النادي الأهلي أو توقيتات دخول أهداف في شباك النادي الأهلي؟ 17 هدف كأقوى خط دفاع في الدوري العام المصري، في الدوري العام المصري في خلال 90 دقيقة استقبلت شباك النادي الأهلي 17 هدف. خلينا بقى نقول لحضراتكم إزاي 17 هدف أو إمتى بيخشوا 17 هدف في خلال 90 دقيقة. أول ربع ساعة هدفين، تاني ربع ساعة هدف وحيد، تالت ربع ساعة هدف أيضا، ثم أول ربع ساعة في الشوط الثاني 6 أهداف، وآخر ربع ساعة 6 أهداف، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدف وحيد. طيب طلائع الجيش بقى أحرز 34 هدف. طيب توقيتات إحراز طلائع الجيش لأهدافه على 90 دقيقة أو موزعة على 90 دقيقة: أول ربع ساعة 5 أهداف، تاني ربع ساعة 3 أهداف، ثم في الدقائق الربع 15 الأخيرة من الشوط الأول 4 أهداف، ومع بداية الشوط الثاني 8 أهداف، وفي الدقيقة 61 للدقيقة 75 3 أهداف، ثم الربع ساعة الأخيرة 11 هدف لطلائع الجيش. طيب استقبلت أو كيفية استقبال أو توقيتات استقبال مرمى طلائع الجيش للأهداف: 36 هدف موزعة على 90 دقيقة، 3 أهداف في أول ربع ساعة، ثم 5 أهداف في تاني ربع ساعة، ثم 5 أهداف أيضا في آخر ربع ساعة في الشوط الأول. الشوط الثاني الحقيقة
23 هدف من ال 34 اللي دخلوا او ال 36 اللي دخلوا في مرمى طلائع الجيش تم احرازهم في الشوط الثاني. اول ربع ساعه في الشوط الثاني 8 اهداف، ثم 3 اهداف في ربع ساعه في وسط الثانيه من الشوط الثاني، ثم 12 هدف استقبلتهم شباك مرمى طلائع الجيش في الربع ساعه الاخيره. طيب قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، أما خط الدفاع أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، وعودة محمد هاني مرة أخرى إلى القائمة. أما خط الوسط حمدي فتحي، هشام محمد، عمرو السولية، صالح جمعة، وعودة النجم وليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وناصر ماهر، وجيرالدو، وجونيور أجايه. خط هجوم النادي الأهلي في هذه المباراة: وليد أزارو ومروان محسن، أيضا عودة مروان محسن، زي ما قلت لكم عودة مروان محسن، عودة عمرو السولية، عودة محمد الشناوي، وعودة النجم وليد سليمان. طبعا المدير الفني مارتن لاسارتي. قائمة نادي طلائع الجيش لمباراة اليوم: محمد بسام ومحمد شعبان في حراسة المرمى، خط الدفاع ريتشارد وعلي الفيل واسلام جمال وخالد سطوحي واحمد سامي وابو المجد بوش. اما خط الوسط كابوريا واسلام اجوجو وفرانك ستيفن وعلي الزهدي وكريم طارق وعمرو عموري ومحمد رزق واحمد سمير. اما خط الهجوم مصطفى محمد، شيكاتارا، تالا نداي، واحمد جعفر، والمدير الفني لوك إيميل. طيب طاقم تحكيم بيدير هذه المباراة: كابتن محمود عاشور حكما للساحة، 2 حكام مساعدين، هاني كابتن هاني عبد الفتاح وكابتن عبد الفتاح عريشة، حكم رابع نادر زكي، و2 حكام حكم خامس كابتن طارق سامي وكابتن محمد يوسف. جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل مباراة اليوم. بالمناسبة في مباراة دلوقتي شغالة ما بين نادي المقاولون العرب ونادي الداخلية، وأحمد علي يتقدم لنادي المقاولين العرب في أول 12 ثانية ليكون أسرع هدف في تاريخ الدوري العام المصري. أحمد علي بيحرز هدف المباراة الأول في الثانية 12، وبيضيف كمان الهدف الثاني لنادي المقاولين العرب في الدقيقة 29 ليتقدم المقاولون العرب تحت قيادة مديره الفني الكبير عماد النحاس بهدفين مقابل لا شيء، ويتصدر أحمد علي هدافي الدوري العام المصري. امبارح خالد قمر والنهاردة أحمد علي، الاثنين الحقيقة يجب أن يكون لهم مكان مع قائمة المنتخب القادم. طيب نرجع مرة أخرى لجدول ترتيب فرق الدوري العام المصري. بيراميدز في المركز الأول، ولكن من 30 مباراة عنده 64 نقطة. أما النادي الأهلي عنده مباراة بعد قليل هتبقى الساعة 7:15 بالظبط إن شاء الله، لعب 27 مباراة قبل مباراة الجيش النهاردة، عنده يملك من النقاط 61 نقطة. المركز الثالث نادي الزمالك برضه لعب 27 مباراة ويملك من النقاط 60 نقطة. النادي المصري اللي تعادل امبارح سلبيا ولعب 30 مباراة ويملك من النقاط 47 نقطة. المقاولين العرب النهارده الحقيقة اللي متقدم على الداخلية بهدفين مقابل شيء، عنده 43 نقطة في المركز الخامس، إذا سيصل للنقطة 47 إذا انتهت المباراة لصالح المقاولين العرب في بعد نهاية المباراة هنقول لحضراتكم. ولكن حتى الآن المقاولين العرب متقدم على الداخلية بهدفين مقابل شيء. مصر المقصة في المركز السادس من 31 مباراة عنده 42 نقطة. الإسماعيلي في المركز السابع من 29 مباراة عنده 37 نقطة. الجونة في المركز الثامن من 31 مباراة عنده 38 نقطة. الاتحاد السكندري بعد فوزه أمس على النجوم من 31 مباراة عنده 36 نقطة في المركز التاسع. أما المركز العاشر وادي دجلة من 30 مباراة عنده 35 نقطة. الإنتاج الحربي في المركز الـ11 من 30 مباراة عنده 35 نقطة. أما سموحة في المركز الـ12 من 31 مباراة عنده 35 نقطة. طلائع الجيش في المركز الـ13 من 30 مباراة عنده 34 نقطة وسيواجه النادي الأهلي اليوم. بتروجيت في المركز الـ14
عنده من 30 مباراة عنده 34 نقطة. حرس الحدود بعد فوزه أمس على النادي الإسماعيلي في المركز ال 15 و 30 مباراة، لعب 30 مباراة عنده 32 نقطة، ويعود للتنفس مرة أخرى بعد ما كان في الثلاث فرق الأخيرة. النهاردة أيضا إمبي في المركز ال 16 قبل مبارياته في الأسبوع ال 31 من 28 مباراة يملك من النقاط 30 نقطة. الداخلية في المركز ال 17 عنده 30 من 30 مباراة عنده 26 نقطة، ومهزوم من النادي المقاولين العرب بهدفين مقابل شيء. أما نادي النجوم في المركز الأخير واقترب من الهبوط للدوري الدرجة الثانية في العام القادم، من لعب 30 مباراة يملك من النقاط 25 نقطة. طيب قائمة الهدافين دي قبل ولا بعد مباراة اليوم يا جماعة؟ حد يقول لي؟ قبل المباراة. طيب قبل مباراة اليوم يتصدر أحمد علي مباراة قائمة الهدافين المقاولين، طبعا الكابتن أحمد علي 15 هدف قبل هدفي اليوم، وبالتالي يصبح أحمد علي بعد الهدفين اللي جابهم النهاردة حتى الآن يعني في مباراة المقاولون العرب والداخلية يصبح 17 هدف ليغرد منفردا كهداف للدوري العام المصري. أما خالد قمر في المركز الثاني أيضا من ب 14 هدف، نجم نادي الاتحاد السكندري. محمود علاء نجم نادي الزمالك في المركز الثالث ب 13 هدف. صلاح أمين في المركز الرابع ب 11 هدف، نجم نادي النجوم. وباولو في المركز الخامس لنجم نادي الداخلية 10 أهداف. هو ومحمود عبد المنعم كهربا وجون أنطوي وإريك تراوري وإبراهيم ناداي ولكل منهم 10 أهداف. في المركز العاشر شميل سبيكلي 9 أهداف من نصر المقص. طيب